تجعل بينهما نفرة وفتنة وفرارا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وكما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى رضي الله عنها وكما ألفت بين علي رضي الله عنها وفاطمة الزهراء. اللهم أعن لهما أولادا صالحا ورزقا واسعا وعمرا طويلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين.